وسهر الليل والهاجة تلالا بارك ورعد ونظم القوافية تلالا صاحب الغالي وجنان بارك للخوي. هذه الثانية إهداء إلى فخامة العريس الغالي جلال محمد دومان العملسي بمناسبة زفافه الميمونة دخول القفص الذهبي، وهي إهداء من أبو هادي السدال وأبو سهم السدال وأبو مجاهد السدال ونواف زوفه وأخوان العريس، فألف ألف مبروك. إيه جلال الكفو والناع أمام اليران شهاد، الله الله، أخوي الخوي في النائب منزله علي ولا هي غريبة من عمل لسحمة الحاد لهم في سماء المجد مسكن ومهد علي وسهر الليل والهاجة تلالا بارك ورعد ونظم القوافية تلالا صاحب الغالي وجينا نبارك للخوي جلال محمد ونرفع تهني عطلة تجرح البالي جلال الخفو والنعم مليار ونشهد خوي الخوي فنا لهم في سماء المجد مسكن ومد علي عسى الله عسى الله عسى الله يبني بيتك وتنعم وتسعد وتبقى مد الأيام يا معزم سالي جلل فرحة حنا وتبشر بنا واشتد زواك نجيبك أنا بالحال والمالي ترى خبرتك حالك ولا غاب منهم حد وكل معك في لازمك درع وصالي أبو هدي اللي جاك وأبو سهم ورد وياكم جهد السدال والأخوان الأبطالي وياكم جهد السدال والأخوان الأبطالي مرحبا مرحبا ويا مرحبا بالضيف مطاير غرد هلا مرحبا ما البرق في الجو جعلي وصلي ختم القول على النبي محمد واصحابه الأخيار في خاتم الأقوالي واصحابه الأخيار في خاتم الأقوالي وسهر الليل والهاجة تلالا بارك ورعد ونظم القوافية تلالا صاحب الغالي وجينا نبارك للخوي جلال محمد ونرفع تهني عطرة تجرح البالي جلال الكفو والنعم مليار ونشهد خوي الخوي فنا يبه منزل علي ولا هي غريبة من عمل لسحمات الحد لهم في سماء المجد مسكن ومد علي لهم في سماء المجد مسكن ومد علي عسى الله عسى الله عسى الله يبني بيتك وتنعم وتسعد وتبقى مد الأيام يا معزم سالي جلل فرحة حنا وتبشر بنا واشتد زواك نجيبك أنا بالحال والمالي ترى خبرتك حالك ولا غاب منهم حد وكل معك في لازمك درع وصالي أبو هدي اللي ياك وأبو سهم ورد وياكم جهد السدال والأخوان الأبطالي وياكم جهد السدال والأخوان الأبطالي مرحبا مرحبا ويا مرحبا بالضيف مطاير غرد هلا مرحبا ما البرق في الجو جعلي وصلي ختم القول على النبي محمد واصحابه الأخيار في خاتم الأقوالي واصحابه الأخيار في خاتم الأقوالي.